بالضبط. يعني ماذا تعني هذه الرسالة؟ أنا أخبرك أنه يجب عليك نقل. ماذا سوف تفعل إذا تركت جوجل بلس؟ تمام، تركت جوجل بلس هكذا على يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا اخوان الكرام؟ احوالكم ان شاء الله تكونوا بخير، سلام صحة وعافية. ولا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والاعجاب ومشاركة الفيديو مع كل من يهم هذا الامر. في الحقيقة ان هذا الموضوع يستهدف كل اصحاب مدونة بلوجر، يعني اذا كنت تتوفر على بلوجر اكيد انها ظهرت عندك رسالة توضح لك، اذا قرأت المزيد توضح لك ما يجب عليك فعله. ولكن هناك العديد لا يستطيع التصرف او لم يفهم الرسالة، لهذا نحن الان سوف نشرح لكم كيف يجب التعامل مع هذه التغييرات التي سوف تحدث في جوجل بلس والذي سوف يتم حذفه. وقد اخبرناكم سابقا ان جوجل بلس سوف يتم حذفه، وانتم الان وصلتم اليها، ولهذا سوف نعلمكم ما يجب عليك فعله يعني كي لا تقع في اي مشكلة. ربما هناك مشاكل سوف تظهر، الله تعالى اعلم، ولكن نسأل الله تعالى ان لا يؤثر هذا الامر على المدونة. على اي، سوف ننتقل مباشرة الى المدونة واصلاح جميع هذه النقاط او تعرف على الرسالة. كما تلاحظون في المدونة ظهرت عندي رسالة، فهي تخبرني ان هناك بعد تغيرات في 4 فبراير انه سوف يتم هناك تغييرات في جوجل بلس ويجب عليك عمل بعض الاشياء. فانا بعد ما نقرت على اقرأ المزيد، طبعا ظهرت عندي هذه الصفحة طبعا باللغة الانجليزية، وانا قمت بترجمتها باللغتي العربية. طبعا الكل ظهرت عنده هذه الرسالة، وانا سوف اشرح لكم هذه الرسالة وكيف يتم التعامل مع جميع هذه الخطوات. فاولا تحدثوا عن الرسالة انهم يخبرونك ان هذه الخدمات الخاصة ببلوجر، يعني هذه الخدمات التي سوف نقدم لكم، يعني سوف ندخل مثلا الى سوف اقوم بتجربتها في هذه المدونة الاخرى انجليزية. سوف ندخل الى التخطيط، تمام، ثم سوف نجد ان اضافه الاداة، يعني اضافه اداة خاصة ب كما تلاحظون تم حذفها سابقا، يعني تم حذفها سابقا، يعني تم حذفها، يعني لا داعي لشرحها، ولكن ها هي يعني الان، يعني بعد ما شاهدتها في الحقيقة والان تم حذفها من جوجل. يعني جميع الخدمات الخاصة بجوجل بلس سوف يتم حذفها بصفة كاملة. سوف اعطي مثال، سوف ادخل المدونة ربما محذوفة يعني لا زالت موجودة. كما تلاحظون تم حذفها ايضا من المدونة بصفة كاملة، تم حذفها من المدونة صفة كاملة. فمثل هذه الأداة خاصة بجوجل بلس يعني لا تدعمها مدونة بلوجر، هذا ما اخبر به في خاص بمنتدى يعني خاص ببلوجر كما تلاحظون. ثم ايضا حتى يعني بالنسبة لهذه الأيقونات الخاصة بجوجل بلس، يعني مثلا إذا دخلنا المدونة سوف أجد خاصة بجوجل بلس، هذه الأيقونة لن تشتغل. وأيضا في داخل المدونة توجد أيضا مثل مثلا سوف أدخل هذا الموضوع، سوف أجد أيضا في جوجل بلس هذه الميزة لن تشتغل، يعني مشاركة أي شيء في الموقع الاجتماعي جوجل بلس يعني سوف تختفي. اما بالنسبه لهذه الرساله، هذه الرساله بالضبط، يعني ماذا تعني هذه الرساله؟ انا اخبرك انه يجب عليك نقل. ماذا سوف تفعل اذا تركت جوجل بلس؟ تمام، تركت جوجل بلس هكذا على يعني مشغله، يعني اذا دخلنا الى المدونه بهذا الشكل وتركناها مثل ما تشاهدون الاعدادات، سوف ادخل الى الاعدادات المستخدم. إذا تركنا على جوجل بلس فاعلم أنك سوف تظهر عندك صورة يعني غير معروفة، يعني صورة لمستخدم غير معروف، مجهول، كاتب مجهول. إذا ماذا يجب عليه فعله إذا أردت أن أقوم بتطبيق هذه الرسالة؟ كما تلاحظون سوف أقوم بتغييرها من جوجل بلس إلى ماذا؟ من جوجل بلس إلى بلوجر. سوف أقوم بتغييرها بهذا الشكل، سوف أقوم بنسخ هذا الاسم، تضع اي اسم، المهم على اي، انا سوف اضع هذا الاسم، ثم عمليه الحفظ بهذا الشكل، ثم بعد ذلك تبديل الى ملف شخصي في بلوجر بهذا الشكل،
ثم سوف يخبرني أنه يجب عليك تقديم اسم أو تركه كما هو متابعة بهذا الشكل. ثم بعد ذلك أصبح عندي يعني حساب بلوجر. الآن أريد أن أغير الصورة، سوف أدخل إلى الإعدادات بهذا الشكل، ثم إعدادات المستخدم، ثم سوف أنقر على ما يسمى بالتعديل بهذا الشكل. سوف أنقر على التعديل، ثم لن ألمس هذه الأمور كلها، لن ألمسها. سوف أجد يعني إذا أردت أن تبحث وتتعرف على هذه الأمور، هذه الصور، معلومات المسكن إلى آخره، هذا لك الاختيار، لا مشكلة إذا أضفته، مثل متى أنت، هل أنت ذكر أم أنثى إلى آخره. سوف أختار مكان صور ملف شخصي، شوزي في فوتو. طبعا سوف أختار صورة، لا أعرف الحقيقة ما هو الحجم المطلوب، ولكن سوف أضع هذه الصورة. ثم سوف أقوم بعملية الحفظ، حفظ الملف التعريفي بهذا الشكل. تم حفظ، تم إلى آخره، الملف الشخصي الخاص بك. جيد، سوف أدخل الآن إلى بلوجر. وبعدين إذا دخلت بلوجر سوف يتم تغييرها حاليا أو بعد، هاي تم تغييرها مباشرة كما تلاحظون. وبهذه الطريقة أنت الآن سليم بلوجر، يعني جوجل بلس لا يتم دعمه الآن، وقد غيرت كل المتطلبات وتقوم بتغيير كما ذكرنا لكم مثل نزع جوجل بلس. إذا تركتها لن يؤثر لك أي شيء، أيضا إذا تركتها لن يؤثر، ولكن أي شخص سوف يدخل لن يجد، سوف أكتشف هل ما زال جوجل بلس، يعني ما زال جوجل بلس موجود حاليا هكذا، ولكن سوف يتم إخفاؤه قريبا. وأعتقد الدرس واضح وبين، وهذا هو معنى الرسالة. ونسأل الله العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.